السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. سوف نقوم بإنجاز النموذج الأول للفرد الأول في مادة الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي الدورة الأولى. نبدأ بالسؤال الأول. جي فيكتي شاكوبيراسيون أونجيزو كل عملية. إذا بالنسبة للامتحانات دائما نبدأ بالأبسط بالسهل، وأسهل العمليات هي عمليات الجمع. واضح؟ لدينا عمليتان للجمع وعملية للطرح وعملية للضرب. Addition, deux opérations d'addition, une opération de soustraction et une autre opération de multiplication. D'accord? On commence par l'addition. نبدأ بالجمع. 3 زائد 9 12. سنكتب 2 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 2 3 زائد 2 5. 4 زائد 5 9. إذن المجموع هو 952. العملية الأخرى 566 زائد 321. 6 زائد 1 7. 6 زائد 2 8. 5 زائد 3 8. المجموع هو 887. ننتقل إلى عملية الطرح. 587 ناقص 421. 7 ناقص 1 ستة، ثمانية ناقص اثنان ستة، خمسة ناقص أربعة واحد. الفرق هو 166. واضح؟ ننتقل إلى عملية الضرب. لدينا 245 في اثنان. اثنان في 15 نكتب صفر. دائما نكتب رقم الوحدات ونحتفظ برقم العشرات. نحتفظ في الأعلى هنا أو في الجانب لا فرق. 2 في 4 8 زائد 1 9. 2 في 4 عفوا 2 في 2 4. الجداء هو 409. واضح؟ بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثاني أو التمرين الثاني. أكتب كل عدد كتابة مختصرة بالأرقام كما في المثال. لدينا هذا المثال هو لدينا صفيحة يعني 100 التربيع. لدينا في القضبان أو أشرطة 5. إذن 50 تربيعات، كل شريط يحتوي على 10 تربيعات. ثم لدينا 3 تربيعات منفصلة من 3. إذن 100 زائد 50 زائد 3 هي 100، والمجموع هو 153. لدينا هذا المثال نوجز هنا كما في المثال. إذن الصفيحتان إذن 200، شريطان إذن 20، وتربيعة واحدة هي 1. إذن هي 221. 221. ثم هنا ننتقل هنا 1 2 3. لدي هنا 3 تربيع عفوا صفائح. 3 صفائح يعني 300. 3 أشرطة أيضا يعني 30. أخيرا تربيعتان يعني 2. إذن هي 332. ننتقل إلى السؤال الآخر. أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. رياضيات من اليسار نحو اليمين. واضح؟ تليون أعداد صحيحة طبيعية. 4 أعداد صحيحة طبيعية. 356. 563. 536. 635. عندما يكون لدي عدد الأرقام يعني نفس عدد الأرقام في الأعداد، نبدأ ترتيب المقارنة بمقارنة الأرقام من اليسار بدءا من اليسار. إذن نبدأ من رقم المئة. مثلا هنا رقم المئة 6، هنا رقم المئة 5، هنا رقم المئة 5، هنا رقم المئة 3. من الأصغر إلى الأكبر. إذن سأبدأ بأصغر، بما أن هنا رقم المئة هو 3. 3 أصغر من 5 وأصغر أيضا من 6. إذن هذا العدد
الذي رقمه 203 هو الأصغر، إذن 356 هو الأول. هنا لدينا رقم المئات 5 وهنا 5، واضح؟ إذن ننتقل إلى رقم العشرات، هنا في رقم العشرات الذي هي 3 وهنا 6، بما أن 3 أصغر من 6 فإن هذا العدد الذي رقم عشراته 3 أصغر من هذا العدد الذي رقم عشراته 6، إذن 536 أصغر من 563، وأخيرا العدد الذي بقي 635 هو الأكبر. هكذا رابعا، ألون باللون نفسه كل ضلعين متوازيين في كل حالة. إذن هنا لدينا ضلعان متوازيان، الضلع الأول والضلع الثاني متوازيان يعني متقابلان، واضح؟ سألون هذا مثلا باللون نفسه مع هذا متوازي مع بالأزرق، واضح؟ ليس لدي ملونة فقط بستيل، أنا باللون الأخضر متوازيا أيضا. هنا مثلا هذان متوازيان بالنسبة لهذا المضلع فهو على شكل فهو مربع، وهذا فهو مستطيل، واضح؟ هذان الضلعان أيضا متوازيان، واضح؟ ننتقل إلى السؤال الأخير، أرسم مستقيما يمر من النقطة ويكون عموديا على المستقيم. لدينا هنا نقطة، لدينا هنا مستقيم، إذن أرسم المستقيم العمودي على هذا المستقيم المرسوم الذي يمر من هذه النقطة باستعمال كوس يعني مثلث بالدارجة، واضح؟ نأخذ مثلث هكذا، واضح؟ الذي هنا زاوية قائمة هكذا يمر من النقطة، ليس هكذا، هذا عمودي ولكنه لا يمر من النقطة، النقطة ها هي. إذن يجب وضع الكوس بشكل جيد في مكانه المناسب لكي يكون هذان المستقيمان متعامدان، يعني يكونان زاوية قائمة أو أربع زوايا قائمة هكذا. نتمم تمديد المستقيم بشكل جيد، العمودي رمز التعامد، إما أن أضع مربع صغير هنا أو أربع مربعات صغيرة لا فرق، نفس الشيء يعني نفس الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أنا هنا إلى لقاء قادم بحول الله.